وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيدة سوسن كمال، عضو مجلس النواب ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس. سعادة النائب، بعد التحية، كيف تصفين هذه الإجراءات التعسفية والمعاملة اللا إنسانية التي تعرض لها بحارة البحرين، ولماذا تتبنى سلطات الدوحة هذا النهج العدائي الذي عانى منه بحارة البحرين لسنوات عديدة؟ التحية للجميع، يا هلا. طبعا في البداية يطيب لنا أن نثمن الجهود الدبلوماسية البحرينية التي تكللت بإطلاق سراح المواطنين المحتجزين في قطر، ونعتبر هذا الإفراج ثمرة للحكمة الدبلوماسية البحرينية بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه، ورعايته الحكيمة للمواطنين والاطمئنان على سلامتهم. ونبارك لعائلة المواطنين المفرج عنهم بسلامة أبنائهم، ونستنكر التصرفات اللامسؤولة اللي تصدر من السلطات القطرية ضد البحار البحرينيين، ونعبر عن بالغ أسفنا للنهج الذي تنتهجه الدوحة مع مواطني مملكة البحرين خلال فترة احتجازهم، حيث المعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة وحقوق الإنسان بما يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان. وندعو السلطات القطرية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تترجم مخرجات قمة العلا والمسارعة إلى طي الملفات العالقة، وتوقف فورا عن التضييق على المواطنين البحرينيين وتعريض سلامتهم للخطر، حيث اتضحت الانتهاكات في طريقة التعامل مع القوارب البحرينية وطريقة دفعها وإجبارها قسرا للدخول للمياه الإقليمية المجاورة، وطريقة الاقتياد والاتهام والإدانة والاحتجاز، فضلا عن البيئة غير الصحية التي تتسم بها مرافق الاحتجاز والتوقيف، بالإضافة إلى الآثار النفسية والجسدية للتعامل القاسي مع المواطنين وترويعهم. ومن منطلق اهتمامنا بحقوق المواطنين الكرام، ندعو السلطات القطرية إلى الالتزام التام بالقوانين الدولية ذات الصلة ورد الجميل لمملكة البحرين التي التزمت بالتوقيع على بيان العلا وإقرار مخرجات قمة السلطان قابوس والشيخ صباح وإرجاع القوارب المصادرة باعتبارها موردا من موارد دخل العوائل البحرينية المتضررة ومصدرا لرزقهم الوحيد، والكف عن المضايقات المتكررة بما يتفق أيضا مع الروابط الخليجية وحسن الجوار. وندعو قطر للاستجابة للحوار الثنائي الذي دعت له المملكة، وبالخصوص ما دعا له سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، من تفاوض مباشر للوصول إلى اتفاق بالسماح باستمرار الصيادين بالبلدين بمباشرة نشاطهم. نعم، سعادة النائب سوسن كمال، عضو مجلس النواب ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.